الآن واقف عند أكبر محطة بنزين في العالم، وأكيد راح تكون وين؟ تكساس. تكساس المشهورة بعبارة Everything is bigger in Texas، كل شيء أكبر في تكساس. عدد المضخات في المحطة هذه 130 مضخة. أنا واقف الآن أمام الرقم 130، والمضخة تضخ من اتجاهين زي ما أنتم شايفين، وعشان كذا شايفين الرقم هذا 260. ولأنها أكبر محطة في العالم، فأكيد أن البقالة اللي عندهم تعتبر الأكبر عالميا، يعني تدخلها كأنك داخل مول، كل شيء تتمناه موجود. شايفين هذا اللي أمامكم، هذا كله قسم سناكات، أو يحبون يسمونه بعض الناس مفرحات. شايفين قديش حجمه؟ هنا عندنا قسم كشتات، شوايات، كل شيء يخص الطلعات موجود هنا. بالنسبة للقهوة زي ما انتم شايفين هذه المكاين، وهنا عندك السيرب والصوصات تقدر تضيفها على راحتك. شايفين عندهم راس المياه، عندهم تعتبر جدا 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 نظيفة، مشهورة بهذا الشيء، لدرجة انه حتى فوق هنا كاتبين عبارة ريستروم اللي هو ادارات مياه عزكم الله، وورد فيمس يعني مشهورة عالميا. لأنها أكبر بقالة في العالم، فعندهم 80 مضخة للصودا، وهو يعتبر رقم قياسي عالمي. هنا عندهم كسترات يحمصونها وملحونها ويحلونها في المحل دش. هذا كله قسم حلويات، احنا نسميه حلويات شعبية. اللي أمامنا هنا شاشة تقدر تطلب منها، وبعدين راح ينادون على اسمك. هنا عندهم قسم المخبوزات، ألذ شيء ممكن ذوقه عندهم سندويشات البريسكت بنكهة الباربيكيو. ولا ننسى لحم الجركي اللي هو اللحم المجفف، عندهم هنا تشكيلة واسعة. القسم هذا عبارة عن ديكورات وأشياء كثيرة تخص المنزل، الستايل حقهم فينتج ستايل جدا جدا تقليدي جدا شعبي. وهذا القسم عبارة عن ملابس، وهنا عندنا ملابس السباحة وكل ما يخصها، وعندك غرفة جلب برضه. آخر شيء هذا قسم الصيد.